أيضا حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة النائب محمد السيسي البعينين عضو مجلس النواب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني. أنتم كأعضاء في السلطة التشريعية مهندس محمد، كيف تنظرون لهذه الخطوة الملكية السامية التي من شأنها الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه، وأيضا تسهم في دمج المحكومين في المجتمع بصورة سليمة، خاصة وأنكم يعني رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني؟ طبعا بداية مسي عليكم بالخير وبارك للبحرين لسيدي جلالة الملك المفدى وسمو الوزراء وسمو العهد هذه الأعياد الوطنية. في خضم احتفالات البحرين بالأعياد الوطنية وفوز المنتخب بكأس الخليج وكذلك الكثير من المئويات كمئويات الشرطة ومئويات التعليم، طبعا جلالة الملك في خضم كل هذا أفرح العديد من الأسر البحرينية بتطبيق العقوبات البديلة على 530 محكوم، وهذا طبعا دايداً جلالة الملك في مثل هذه المناسبات. قانون العقوبات البديلة لو تطرقت له في عجالة من خلال كونه صادر طبعا عن لجنة الخارجية وعن مجلس النواب، هذه واحد من أهم القوانين التي ربما صدرت أو مررها مجلس النواب وبالتالي مجلس الشورى واصدرها جلالة الملك كقانون. هو قانون جدا متقدم، قانون من خلال مناقشتنا ومراجعتنا حتى مع الدول الأخرى الدول الغربية وعلى سبيل المثال أم القوانين فرنسا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد لديها قانون عقوبات بديلة. هو قانون يكاد يكون متفرد في البحرين وربما كانت هناك بعض الدول الأخرى، ولكن هذا القانون متفرد. معظم الدول العقوبات البديلة وضعت بشكل مبسط في قانون العقوبات وتختص فقط في جرائم المرور في معظمها، لكن في البحرين تعدى ذلك إلى الكثير من العقوبات. طبعا هذا القانون وجه جلالة الملك قبل تقريبا 4 أو 5 شهور بتوسيع في التطبيقه، ووجه طبعا وزارتي الداخلية والعدل في دراسة إمكانة تطبيقه على مجالات أوسع. الفرد الذي يخرج من السجن وبالتالي يطبق عليه العقوبات البديلة يكون بدل ما هو طاقة معطلة في السجن يكون فرد نافع للمجتمع، يفيد ويستفيد، يتعلم مهنة أو حرفة جديدة، يكون رقم إيجابي بدل من يكون رقم سلبي في المجتمع كما كان. فهذه كلها من يعني من فوائد العقوبات البديلة. وليس يعني طبعا لنبارك لأسر وأهالي السجناء الذين خرجوا بمكرمة جلالة الملك بالعقوبات البديلة، ونوجه جزيل الشكر لجلالة الملك على تفضله بهذه المكرمة في تطبيق قانون العقوبات البديلة والتوسع فيه. إذن سعادة المهندس محمد السيسي البعينين عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.